مرحبا. انخفضت الصادرات الألمانية بشكل حاد بشكل غير متوقع في شهر سبتمبر أيلول، حيث انخفضت الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص، كما سلمت ألمانيا عددا أقل من السلع إلى الاتحاد الأوروبي. في الشهر الماضي تم تصدير إجمالي بضائع بقيمة 126.5 مليار يورو من ألمانيا، وتم استيراد بضائع بقيمة 110 مليار يورو، وأغلق ميزان التجارة الخارجية في سبتمبر 2023 بفائض وقدره 16.5 مليار يورو. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي أهم دولة مشترية للبضائع الألمانية، أكثر دولة تشتري من عنا بضائع هي أمريكا، تليها في المرتبة الثانية الصين. يعني أمريكا هي أهم زبون لألمانيا للبضائع الألمانية، وبعدين بتجي الصين. ننتقل لخبر آخر. بعد أن هاجم كلب فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات في بغيمن، سيتعين على أصحاب الكلاب في المدينة إجراء اختبار الكفاءة في المستقبل، حيث كانت الفتاة تلعب على سكوتا تغيت غولا على مرج أخضر فيزا، وفجأة ركض الكلب من سلالة غوت فايلا نحو الطفلة التي كانت برفقة والدتها التي كانت تقود دراجة هوائية. قفز الكلب على الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات وعضها في رأسها عدة مرات. الكلب عض البنت برأسها أكثر من مرة بعد ما فلت من الحبلة تبع صاحب الكلب. حاول المارة والأم إبعاد الكلب عن الطفلة، نجحوا في ذلك أخيرا. تم نقلها إلى المستشفى وهي مصابة بجروح خطيرة، ويجري الآن التحقيق مع مالك الكلب بتهمة الإهمال. طبعا في كتير هون هوند بزيتسا بألمانيا، يعني الأشخاص اللي عندهم كلب هن غير مؤهلين لامتلاك كلب، ما بيديروا بالهم على الكلب، لما بيطلعوا برا بتمشوا مع الكلب، فأحيانا بفلت الكلب وبيروح بيهاجم المارة. ويجري الآن التحقيق مع مالك الكلب بتهمة الإهمال، مع العلم أنه وقع في بغيمن حتى الآن 35 هجوما للكلاب على الناس في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. وكقاعدة عامة لا يرجع سلوك الكلب بالعادة إلى سلالته، بل إلى سلوك المالكين ومعاملتهم. يعني سلوك الكلب مو بالضرورة هو دايما السبب، وإنما سلوك المالك. فالكلب بغض النظر عن سلالته، أحيانا سوء المعاملة من قبل المالك، إهمال المالك، هو اللي ممكن يؤدي لمثل هاي الحوادث. مننتقل لخبر آخر. كان هناك مظاهرات مؤيدة لفلسطين في العديد من المدن الألمانية. على سبيل المثال في مدينة دوسلدورف تم تسجيل 1000 مشارك هناك، ولكن جاء عدد أكبر بكثير، حوالي 17,000 مشارك، ولم يسمح للمشاركين بالدعوة إلى الكراهية والعنف أو إنكار حق إسرائيل في الوجود، وتم حظر أعلام المنظمات المصنفة على أنها إرهابية مثل حماس أو حزب الله. ولكن بعد مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة إسن، كان في 3,000 متظاهر بمدينة إسن، قام المحققون بفحص الصور وتسجيلات الصوت والفيديو للمظاهرة. طبعا الألمان أحيانا بيسجلوا المظاهرة بكاميرات الفيديو أو حتى بتسجيلات صوتية، وبياخدوا كمان صور، وبعدها بيحللوا اللافتات، يعني بيشوفوا اللافتات شو كان مكتوب عليها وشو الشعارات اللي تم ترديدها. فقام المحققون بفحص الصور وتسجيلات الصوت والفيديو للمظاهرة، فتم اكتشاف لافتات وشعارات إسلامية، حيث قام المتظاهرون بالمطالبة بإقامة الخلافة الإسلامية. طبعا هذا الخبر ورد في وسائل الإعلام الألمانية الرسمية، حيث قام المتظاهرون بالمطالبة بإقامة الخلافة الإسلامية على الأراضي الألمانية، ورفعوا لافتات مكتوب عليها الخلافة هي الحل. طبعا أدان رئيس مقاطعة نوردراين فيستفالن هندريك فيست تجاوز الحدود خلال المظاهرات المؤيدة، وقال من غير المقبول على الإطلاق أن يقوم المتطرفون الإسلاميون بالترويج لأهدافهم في شوارع بلادنا والدعوة إلى الخلافة. وأعلن زعيم المقاطعة أن أمن الدولة سيقوم بالتحقيق في جميع الأحداث، وقال أنه سيتم الدفاع عن سيادة القانون والنظام الديمقراطي الحر بكل صرامة. يجب على من يريد العيش في ألمانيا أن يلتزم بالقانون الأساسي. طبعا هذا كلامه وأنا نقلت لكم إياه. رح نبهكم على شغلة هامة هون، في ناس عم تطلع مظاهرات للتعاطف مع المدنيين في قطاع غزة، وهذا أمر مشروع، وفي أشخاص عم تحصل على تصاريح لهالمظاهرات، ما في أي مشكلة إطلاقا. ولكن في عالم مدسوسة عم تدخل أحيانا بهالمظاهرات، في عندها أهداف تانية، يعني عم تستغل هالمظاهرات لرفع شعارات إسلامية، البعض منا محظور في ألمانيا. فانتبه في أي مظاهرة أنت عم تطلع وليش عم تطلع، لأنه في أشخاص عم بتسيس هالمظاهرات.
طبعا هذا الشيء حكى كمان بهالشكل بالإعلام الألماني، وطبعا الألمان عم بيسجلوا كل شيء بالصوت والصورة ومعهم مترجمين كمان مشان لاحقا بعد المظاهرة يعرفوا شو اللافتات اللي انرفعت، شو مكتوب عليها، وشو الكلام والشعارات اللي تم ترديدها. ننتقل لخبر آخر. دعا نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ينس شبان إلى اتباع نهج جديد تجاه المنظمات الإسلامية في ألمانيا، وطالب بتمويل المساجد من ألمانيا بدلا من تركيا، حيث لا ينبغي أن يكون العدد الأكبر من المساجد ممولا من الخارج والأئمة هم موظفون حكوميون في تركيا، وبالتالي سيكون من الأفضل استخدام أموال الضرائب الألمانية حتى لو كان ذلك يتطلب تغييرا دستوريا. ودعا شبان أيضا لوقف إصدار تأشيرات للأئمة الأجانب. الفكرة هي التخلص من سيطرة تركيا ودول تانية على الأئمة هون بألمانيا، لأنه هدول الأئمة هن تابعين لهالدول، وبالتالي بيجسدوا آراء هالدول وبيحاولوا ينقلوا آراء هاي الدول هون لألمانيا. طبعا عم بتمطر عندي بس رح أحاول أنهي لكم الفيديو نشرة الأخبار، واللي عم بيأثروا على مشاعر ملايين المسلمين هون بألمانيا. وقال شبان من العار أن اليهود لم يعد بإمكانهم الشعور بالأمان في ألمانيا، ولكن هذا ليس مفاجئا، لقد استوردنا معاداة السامية على نطاق واسع من خلال الهجرة غير الخاضعة للرقابة. يتم تعلم كراهية اليهود منذ الطفولة على مائدة الغداء أمام التلفزيون وبين أصدقاء المدرسة. في كثير من الأحيان يتم اعتبار معاداة السامية أمرا مفروغا منه، فهي جزء من الثقافة اليومية. ونفس الأشخاص الذين يرغبون الآن في موت اليهود يحرضون أيضا ضد المثليين والمثليات، ولا يفكرون كثيرا في المساواة بين النساء والرجال. هذا كلامه لينس شبان اللي هو النائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وأنا نقلت لكم إياه حرفيا. ننتقل لخبر آخر. منذ مساء أمس السبت تسبب رجل مسلح يبلغ من العمر 35 عاما ويستقل سيارة أودي بإغلاق مطار هامبورغ، حيث تخطى الرجل السياج الأمني بسيارته وأوقفها بجانب طائرة مدنية ممتلئة بالركاب تابعة للخطوط الجوية التركية، وقام بإلقاء زجاجتين مشتعلتين من السيارة وأطلق النار عدة مرات في الهواء. قام قسم الأطفاء في المطار برش الطائرة بالمياه لحمايتها من الحريق، وفي السيارة ابنته البالغة من العمر 4 سنوات. وبحسب الشرطة إن الفتاة البالغة من العمر 4 سنوات التي احتجزها والدها كرهينة لم تصب بأذى جسدي، يعني شكله هو أخذ بنته رهينة معه بالسيارة، ولكن تبين أنه البنت هي أخذها هو من أمها مشان موضوع حق الحضانة، مشان موضوع الحضانة، بسبب موضوع الحضانة هو خيطف البنت من أمها. وبحسب ما نشرت بعض الصحف فإن الشاب البالغ من العمر 35 عاما يطالب بالسفر إلى تركيا مع الطفلة، بده يهرب مع البنت لتركيا. لا يرغب الرجل بالتحدث مع الشرطة سوى باللغة التركية، كان مصر على الحديث فقط باللغة التركية مو باللغة الألمانية. تم إلغاء أكثر من 88 رحلة طيران حتى الآن، أثر ذلك على أكثر من 34,000 مسافر، ولكن تم إنهاء عملية الاختطاف والطفلة في أمان. وعلى الرغم من ذلك سيكون هناك المزيد من الإلغاءات والتأخيرات طوال اليوم. ننتقل لخبر آخر. يعيش في ألمانيا حاليا حوالي 1,000,000 لاجئ من أوكرانيا، يتلقى حوالي 700,000 لاجئ منهم إعانة المواطن بيرغاجيلد، وبالتالي تحتاج ألمانيا لإنفاق ما بين 5 إلى 6 بليارات يورو العام المقبل لتغطية النفقات. ونظرا للتوزيع غير المتكافئ للاجئين الأوكرانيين في أوروبا، ستتم قريبا إعادة النظر في المساعدات المقدمة للاجئين من أوكرانيا. وعلى النقيض من جميع اللاجئين الآخرين، فإنهم يحصلون تلقائيا على إعانة المواطن، كما يسمح للاجئين من أوكرانيا بالعيش في شقة بدلا من السكن المشترك. طالب اللجوء العادي بألمانيا لما بيجي بيقدم طلب لجوء بياخد 410 يورو شهريا، بينما الأوكراني عم ياخد فورا 502 يورو، لأن عم يسمحوا له فورا ياخد إعانة المواطن من الجوب سنتر. هالأمر رح يتغير في المستقبل بالنسبة للمساعدات المالية، لأن أموال المواطن أو إعانة المواطن تخلق الحوافز الخاطئة لدى اللاجئين الأوكرانيين. يعني يبدو الآن أن السياسيين الألمان غاضبين شوي من اللاجئين الأوكرانيين بخصوص المساعدات، ويبدو أنه هن شوي عم يستغلوا هالأمر كمان، فرح يبلشوا الآن بالتركيز على اللاجئين الأوكرانيين فيما يتعلق في المساعدات المالية. هذا كان شيء لفيديو اليوم، إن شاء الله أكون أفدتكم بهي الأخبار. كان معكم إلهام بوزان، شكرا لكرم المتابعة، تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء.